السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم أحمد ياسر. اليوم عندنا كيف إنك تخلي بطارية الإس 3 ترجع لأصلها كأنك لسه شاري الجوال. عادة الإس 3 لو أنت مشغل الواي فاي وشغال دايم على الجوال، يعني يمكن تشحنه مرتين في اليوم مرة. أنا عن نفسي أشحنه مرتين. عندك طريقة يمكن تسويها، وإذا سويتها البطارية بترجع إلى الحالة الأصلية وبتكون معك، يعني بتوفر إن شاء الله. راح نوريكم كيف الطريقة. أول شيء تسوي نجمة شباك 0228 شباك، راح تجي لك هذه الصفحة. لو لازم أنت تضغط كويك ستارت، لو البطارية حقتك مليئة على الآخر بترجع البطارية إلى 5% أو 4%. بعديها تحط الجوال في الشاحن، والأفضل تخلي الوضع وضع الطيران وتحط الجوال في الشاحن إلى أن يشحن 100%. بعدين ترجع تشيله من الشاحن وتسوي ريستارت للجهاز وتستخدم الجهاز عادي. إن شاء الله الطريقة راح تنفع معك، والبطارية راح توفر معك، وراح ترجع زي الأول إن شاء الله. كان معكم أخوكم أحمد ياسر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.